السلام عليكم. ابر جي اي بليدنج، الابر جي اي بليدنج مهم شديد. دائما اسئلته بتكون في الستيشن، يعني لو كان دول متهم ميديسين ولا كده بتيجي في الستيشن نقدر نقول من الابر جي اي بليدنج. ابر جي اي بليدنج في مصطلحين محتاجين نعرفهم، هيماتيميسيس وهيموبتسيس. هيماتيميسيس هيمات اميسيس، كلمة اميسيس معناها شنو؟ استفراغ. إذا هيمات اميسيس معناها شنو؟ إذا بيستفرغ الدم. أما هيموبتسيس وإذا شنو؟ بيجوح دم. إذا بيجوح دم بيسموها شنو؟ كافينج أوف ذا بلاد بيسموها هيموبتسيس. هيم توسيس دي معناها إذا بيجوح دم. أما هيمات اميسيس هيماتيميسيس دي شنو؟ ده زول بيستفرغ دم، ودي حقتنا هنا. اذا العيان بيجي بشنو؟ بيجي به هيماتيميسيس، ما بيجي به هيموبتيسيس. بعدين ركز في مصطلحاتك. يلا، الدم ذاته بيختلف، ميبي يكون برايت ريد، عديل برايت ريد، او يكون شنو؟ دارك. اذا بيكون شنو؟ برايت ريد، or maybe يكون شنو عديل coffee ground. والكوفي ground دي معناها شنو؟ معناها انه يكون بيجا بلاك، معناها حصل له digestion. اما برايت ريد معناها this is fresh blood، fresh blood. طيب العيان دائما اللي بيكون عنده hematemesis في الغالب بيكون معه ميلينا. اذا ميلينا اسوسييتد ويز هيماتيميسيس. يعني شنو ميلينا؟ ميلينا يعني شنو؟ ها؟ دارك ستور. مصطلح ميلينا ميلاس باللاتيني معناه دارك. ميلاس معناه دارك اور بلاك، فجات منا ميلينا. ميلينا معناه شنو؟ دارك ستور. اذا العيان بيجي بشنو؟ بيجي بيه ميلينا اللي هو دارك ستور. ولكن طبعا احنا ما بنقول ستور ولا بناي، في الهيستوري بيقول شنو؟ بيسموها موشن، بيسموها موشن. ما بتقول الزول ده مثلا عنده دايرية، ما بقول دايرية، بقول عنده شنو؟ بقول عنده انكريز ان موشن، انكريز ان موشن اللي هو الباول موشن. اذا بنقول عنده بلاك موشن اللي هو بيسموها ميلينا. ميلينا يلا، ممكن بالمناسبة يبقى أسود شديد جدا الستول ده لدرجة إنه يشبه شنو؟ يشبه القطران، تعرفوا القطران؟ تار. ممكن الاستفراغ يكون يشبه القطران برضو تار، وممكن الستول يشبه القطران. إذا maybe like تار، تار معناه القطران. اسود عديد سواد شديد. طيب السبب الحقيقي في القصه شنو؟ انه ليه حصل البليدنج؟ The common cause of the bleeding of the upper GI bleeding is peptic ulcer. The common cause is peptic ulcer. احنا بنتكلم كلام عام، peptic ulcer بتصيب اي دول، الفاريز ما بتصيب اي دول، صح؟ إذا الديفرنشال دياجنوز بتاعتنا of the upper GI bleeding، differential diagnosis أول حاجة peptic ulcer. الحاجة الثانية Mallory and Weiss syndrome. Mallory and Weiss syndrome. مالري او ويس سيندروم دي بيحصل تير ان ذا اسوفيجاس، تير بيتجرح الاسوفيجاس، وزول طوالي بيكون شنو؟ بيستفرغ دم. تاني في بتيجي بعدها طوالي اسوفيجيال شنو؟ فاريسيس. اذا رقم ثلاثه اسوفيجيال فاريسيس. فاريسيس شنو؟ بتعمل لنا.
ثاني بعد ده ممكن يكون الكمية من الحاجات الله شنو درج في أدوية بتعمل غير الصفرغ ده نان استيرويد انت في الامتر درج اسبرين والاستيرويد ذاته في حد ذاته ممكن تعمل بعد ده ثاني اني انفلاميشن غاستيرايتس سوفيجايتس ديودينايتس ده كله شنو فين خلنا زول الصفرغ ده اخر حاجه يمكن يكون بعد ذاك مالينسي اذا ما بي درج ما بي انفلاميشن بعد ذاك مالينسي الادويه زي النستيرويد والستيرويد اسبرين ممكن برضو الثرومبوليتيك بتعمل ثرومبوليتيك والانتي كواجولانت ممكن برضو يعمل ليه في حاجات بتعمل لكن رير زي شنو زول يكون عنده بليدنج ديسوردر هيموفيليا ده كله يمكن يجيب الكلام بليدنج ديسوردر هيموفيليا زول عنده دايفرتيكولوم الدايفرتيكولوزيس شهيره واحده بسموها ميكيلز دايفرتيكولوم طيب تمام اذا دي الحالات اللي بتسببها خدتها في راسي يلا على اساس حكومه زي العيان ازيله يلا الازيله المفروض في الهيستوري قبل ما يتعمل مانجمنت هتكون بريف شنو بريف هيستوري اول حاجه تسال من شنو اول حاجه لو انت عايز تبقى زول بتجيب الترتيب ترتب دائما في الهيستوري انه تسأل من الاستفراغ كان كيف وتعرف انت كم البليدنج اللي كان فيه ده تعرف هل اسوسييتد بليدنج في اني اريا هل فقد الوعي ولا ما فقد الوعي يلا نبدا الازيله الازيله حتكون كالاتي اول حاجه يقول لك والله انا استفرغت الدم طبعا المفروض انه اي مين كومبلين تترتب بالكورونيسيتي تترتب بالكورونيسيتي يعني القديم والقديم وبعدها الجديده 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 يعني تجي من كبير لصغير يعني قبل 4 يوم عنده حاجه قبل 5 يوم قبلها في حاجه قبل يومين في حاجه والليله في حاجه اذا الترتيب بيكون شنو بالكورونيسيتي الكورونيك بتبقى الاولى بعدك تجي شنو نازل بالسيمتوم بعدك ما في مين كومبلين الا يكون مع الديوريشن الديوريشن حقتها مرات السودانيين بيلفوا الكلام يقول لك والله يا اخي زمان وبرضه كان عندي وقعه هنا وكان عندي هنا يا زول جابك المستشفى جابك المستشفى الحاجه جابتك المستشفى دي شنو؟ جابتني واحد اثنين ثلاثه تكون ترتيب بالكورنيسيس عرفتوا؟ المين كومبلين المفروض ما تفوت اكثر من ثلاثه ما تكون اكثر من ثلاثه ما تزيهم كده اربعه ما قاعد تجي حاجات كثير للدرجه دي يلا بتبدا اناليسيس كيف؟ انا ليس هنا بيهمنا الفوميتنج يعني حاليا بنتكلم عن الفوميتنج اللي هو الشنو الهيموتيسيس يلا نشوف اول حاجه تقول لي استفرغت الدم الدم احمر عديل ولا الدم ده اسود عايز لو عايز تعرف الكميه بتاعت الدم كثيره ولا صغيره تقوم تزعله من شنو قدر شنو بالكوبايه كميه الدم قدر شنو تقول لي هل فوق كلوتينج ولا ما فوق كلوتينج السودانيه كلوتينج بيسموها كوبت كده يقول لي إذا كان فيه كوبت معناه إنه كثير كثير إنه جلط صح؟ طيب تزعلوا ثاني من شنو؟ بعد ما استفرغتها أنت الدم ده هل فقدت الوعي ولا ما فقدت الوعي؟ هل جاتك دوخة؟ هل دقة قلبك زادت؟ هل نفسك يتخمى؟ تمام؟ ثاني تزعلوا من شنو؟ تزعلوا ثاني تقول له هل جاك نزيف من أي مكان؟ رعفت نزفت باي مكان عندك جرحه قديمه نزفت فيها لانه مرات تكون بليدنج شنو؟ ديسوردر دي الحاجات اللي بتزعلها مني تاني تقول لي اصلا انت وزنك من زمان لحد هسه ناقص ولا زايد لانه شنو الكارسينوما قاعد تاخذ ادويه ولا ما قاعد تاخذ ادويه؟ تاني تسال من شنو؟ اصلا كان عندك غرحه ولا ما كان عندك غرحه؟ بتشرب قبل كده حصلت لك زي دي؟ قبل كده دي مهم قبل كده استفرغت دم ده الاناليسيس حقتنا بعدها تمشي ثاني لباقي الهيستوري اذا اول حاجه اذكر ده شنو فروم البليدنج كان كيف وهل الزول ده اصلا كان فاقد الشهيه ولا ما فاقد الشهيه ديسبيبسيا لان ديسبيبسيا اسوسييت مع منو قلنا امبارح ديسبيبسيا بيبتي كلسر
بيبسي كلسر دي بيبسيا صح؟ إذن تزال مية دي بيبسيا وتزال هل أصلا هو عنده كان دوالي دوالي المريء ولا ما عنده؟ هل أصلا عنده مشاكل بتاعت كبد ولا ما عنده؟ هل زمان استفرق ولا ما استفرق دم يعني؟ تزال كان عنده مشكلة في البلع ولا ما عنده مشكلة في البلع؟ لأنه الأسوفجية الباريسي بتعمل ديسفاجيا. الأسوفجية الباريسي بتعمل ديسفاجيا كيف؟ بعد ما هي دي كده عنه. إذا كان دي الأسوفجس الباريسي بيكون هنا. عبارة عن فينس شنو متورم في المكان. الزول بياكل اللقمة شنو؟ حتتأخر في البلع. حيحس إنه شنو؟ إنه في حاجة خانقة. عشان دائما ناس الأسوفجية الباريسي بيزالوا من ديسفاجيا. تزالوا من شنو؟ من الدسفية والوزن الوزن زاد ولا نقص ولا كده والكحول الكحول أهم حاجة الكحول ليه associated with liver disease liver disease بتعمل لنا أسوفجيال باريس بعد كده من cardiovascular disease respiratory renal hepatic أي حاجة طيب تعمل examination examination for أهم حاجة عندنا في examination The stigmata of the chronic liver disease. Stigmata of the chronic liver disease. ما في داعي أقولكم بس هنقوله في الهيباتولوجي. هنتكلم عن الاستيغماتو of the chronic liver disease من يديك لحد رجليك من الجشن. إذا بيتعمل في الاكزامينيشن مهم. لأن الليفر ديزيز أسوسييت ويز أبر جي أي بليدي. أسوسييت ويز أبر جي أي بليدي. ثاني بتعمل شنو؟ بعمل بالريكتال اكزامينيشن. لماذا؟ لماذا بالريكتال اكزامينيشن؟ كتبنا هنا ملينا تشوف هل الاستول كيف لونه يكون شنو dark in color وهم من الكلام ده برضو يشوف شنو بيشوف البايل البايل او ما يسمى الهيمورويد اذا كان فيه هيمورويد لانه في الغالب الذول بيكون عنده ابر اللي هو فاريسيس معناه كنت عندي شنو عندي هيمورويد عرفتوا نشوف هل فيه ولا ما فيه اذا نحن بنتشيك فور شنو فور ميلينا و الهيمورويد اذا كان فيه العيان محتاج تعمل له شنو تعمل له الاي بي سيز لانه نعتبر هذه الايمرجنسي سيتويشن تضبطه تشوف هذول فقد الوعي اللي ما فقد الوعي لانه بالغالب بيفقد الوعي ليه بيفقد الوعي ايوه هايبوفوليميك شوك يعني خش في شنو هايبوفوليميك شوك الجلاسكو كوما سكيل بيجن طيب البول بتاعهم بيكون كثير ولا بسيط بسيط لانه ما في دم واصل للكليا الكابير ريفيلينج بيكون كيف عملت هنا تلقى كيف بيتاخر كابير ريفيلينج شنو بيتاخر ثاني بيكون تاكيكارديك ولا برادكارديك تاكيكارديك العيان بيكون عنده هايبوتنسيف ولا هايبرتنسيف عنده هايبوتنشن خاش في هايبوتنشن ما دي علامات الشبهه يا جماعه لو بيجيك بتاكيكارديا هايبوتنشن ويجيك بشنو بسويتي هان كولد سويتي هان اما وورم سويتي هان دي منه سايرو توكسيكوزيس من السايرو توكسيكوزيس بعد ذلك تاني في روك اول روكول سكور دي بيحسبوا بها سموها روك سكور دي بيحسبوا بها وبعدين شنو البيشن بتاعنا هل هو بيشن 0 1 2 3 يلا شوف المانجمنت هاو تو مانج بيشن ويز ابر جي اي بليدي ذا اكيوت مانجمنت الكلام ده حفظ كان بنقوله حفظ شديد اول حاجه الأكيوت مانجمنت بيبدأ لنا إنك العيان تشتغل له ABC start by ABC اللي هو أتأكد إنه شنو إذا كان جابوا له إيش حاليا خامنوا الجماعة إنه عزول ده خلاص ما قادر يعني استفرغ الدم وما قادر يعمل أي شيء إذا شنو ABC إذا Airway Breathing Circulation
الاير واي اتاكد انه الاير واي بيتنت انه ما في حاجه قافله بيتنت معناه شنو فاتحه بعدك تايم ندي شنو هاي فلو اوف اوكسجين هاي فلو اوف اوكسجين يتنفس نديه هاي فلو بعدك للسيركيوليشن تديه تو لارج بور كانيولي لو عايزين نفصلها اتاكد انه شنو اير وي بيتن البريذنج ادي شنو هاي فلو اكسجين هاي فلو اكسجين سيركيوليشن ادي شنو تو لارج بور كانيولي ما يسمى كانيولي يسمى كانيولي مقاس 14 ولا مقاس 16 مقاس 14 ولا مقاس 16 عشان نحن دارين نزول ده خش لو ده شنو شديد طيب اول حاجه حنعملها حنسحب عينه من الفراشه ذاتها ركبنا دي اسحب منها عينه طبعا بيقولوا ككلام علمي الاكاديميه البريطانيه قالت انه الفراشات الصغار ما يسحبوا منها دم ليه تكسر ارويزز اما الفراشات الكبار عادي تسحب منها ما مشكله اذا بنشيل عينه العينه ليش شنو عينه اهم حاجه نحن تيك اسامبل اسامبل سامبل اوف بلوت للسي بي سي خلاص ما تشيل ليش نوع الحياه يا جماعه انت ما تقول ده ما مرات السودانيين بيتوها مزاي استفرغ دم ويكون استفرغ ده الدم ده سي بي سي 4 هيموجلوبين نشوف الليفل بتاع شنو بتاع الهيموجلوبين بهم الهيموجلوبين طبعا الزول لو كان اكيوت الهيموجلوبين شنو ما بيتغير يعني لو اكيوت السي زول اصل زول نصف كميه كبيره تلقى الهيموجلوبين شنو ما بيتغير كده شديد صار لك انه في تغير طيب بنشوف ثاني اليوريا والالكترولايت لانه مرض يكون عندي شنو يكون عندي تشينج يوريا اند الكترولايت يوريا ان الكترولايت تشوف اللي طوالي بالعينه بعد ذاك ممكن تعمل شنو تعمل فحوصاتك من هنا تعمل ال اف تي تعمل بلود جروبينج تعمل شنو كروس ماتشنج اذا اهم واحد هو تبدا بالسي بي سي عشان تعرف الليفل اوف الهيموجلوبين يوريا الكترولايت ثاني تعمل بلود جروب زي شنو كروس ماتشنج دي حاجات اساسيه من العينه حقتنا السحبنا الحاجه الثانيه المفروض نعملها طوالي انه بنديه اي في شنو اي في فلويد اي في فلويد اذا جيف ذا بيشن ما هي ده اول حاجه سامبل الثانيه جيف اي في فلويد نديه اي في فلويد دول تمشي له الفلويد مهم همشي على الامتين لحد ما تجيني العينه بتاعت الدم اذا كان الزول ده شنو داير دم انا ما همشي له اليوم كله همشي له الفلويد لحد ما يجي الدم جد دم خلاص بعد ده حوقف الفلويد اشغل شنو واشغل الدم دي نقطه مهمه تعرفوها طيب اذا كان العيان هو ديتيريوريتد ما بينتظر الدم يجي بنعمل شنو وتدي او نيجاتيف if the patient is deteriorated give او نيجاتيف جروب اذا كان البيشن شنو deteriorated نقطه مهمه الحين طبعا ما فينا يا الله يقوى للناس طيب الدريبات حندي شنو في الدريب نحن في الغالب ممكن ندي سلاين او ندي رينجر لكن نحن بنتجنب السلاين ان بيشن ويز ليفر سيروزز افويد النورمال سلاين ان ذا بيشن ويز ليفر سيروزز
ولا اوسوفيجيال فايروسز. If the patient presented with cirrhosis or varices, avoid شنو؟ Avoid الصلايب. ناس السيروديس وناس شنو؟ الفاريسيس. لأن ما بنديهم النورمال صلايب لأنه بيأثر على شنو؟ على البليد. طيب دي أول حاجة ركبنا شنو؟ لارج تو لارج بور شنو كانيولي. تاني من ضمن الحاجات المفروض نعملها طوالي اللي هو محتاجين شنو؟ كاثيتر. كاثيترايزيشن. كاثيتر. الكاثيتر ليه؟ تو مونيتر اليورين اوتبوت. يورين اوتبوت. محتاج يركب له قسطره عشان نتابع هل الزول ده كليته شغاله كويس ولا ما شغاله، لانه مرات بيخشوا في شنو؟ في مشاكل بتاعت اكيوت رينال شنو؟ فيلير. طيب بعد ذاك نطلب فحوصات ثانيه اضافيه لان بتاعنا يكون بيها كويس، نطلب له شنو؟ تشيست اكس ري، ارتيريال بلود غازز، و اي سي جي. تشيست اكس ري، ارتيريال بلود غازز، و اي سي جي. طيب بعد ذاك بنقول شنو؟ نقول له الدم، الدم بيكون جزء من ده، نركب له الدم، نعمل له ترانسفيوجن، بلوك ترانسفيوجن. الترانسفيوجن لابد يكون فيه شنو؟ كروس ماتشنج. وما بتدي الا الهيموجلوبين يكون شنو؟ ناقص، الهيموجلوبين يكون ناقص شديد، يعني دول ما هيموجلوبين وناقص شديد ما حتدي شنو؟ ما حتدي بلوك. طيب إذا توقعنا إن العيان ده المانجمنت من غير ما تعرف التشخيص. أعيد لكم ثاني، ده المانجمنت كده لحد ما تعرف التشخيص. أول حاجة أكيوت مانجمنت أوف ذا أبر جي أي بليدنج، أي بي سي، أي إير ويت، تذكر إنه بيتن، بي بليدنج، هاي فلو أوف ذا أوكسجين، أديشنو تو تركب له تو لارج بور كانيولي، واحد يسحب منا العين يودوها ناس المعمل يشوفوا فيها السي بي سي، اليوريا إلكترولايت، البلود جروبين، كروس ماتشين. إذا العيان خلاص ماشي ومنتهي تجيب شنو؟ أو نيجاتيف. ما أموره ضابطة تديه شنو؟ اي في فلويد لحد ما تيجي شنو البلوط. بعد ذاك افويد منو؟ افويد الصلاين اذا كان عيان عنده شنو سيرويز ولا. ثاني تطلب فحوصاتك الثانيه تشيس اكس ري، ارتير بلود جايز، واي سي جي. طيب عيالنا نحن متوقعين انه عنده فاريسيس، سسبكتد انه عنده شنو؟ فاريسيس، لانه جايب الهيستوري بتاع شنو؟ بتاع اسوفيجيال فاريسيس. حتعمل شنو؟ اول حاجه في العيان اللي بتتوقع انه خاشي في فاريسيس بنديه دواء مهم جدا اي بي بيسموه تيليبريسين. ده دواء مهم بيجوه في الام سي كيوز. تيليبريسين سوبيريور للشنو؟ للاندوسكوبي. تيليبريسين اي في. تيليبريسين شنو بنديه؟ اي في اللي هو بيدو كم؟ بالمليجرام، 1-2 مليجرام بير 6 اور. لكن ما بيدوا له اكثر من 3 يوم، اقل من 3 يوم، اما اقزم كده 3 يوم. اذا بيدوا 1-2 مليجرام كل 6 ساعات اكثر لمده 3 يوم. ده التيلي شنو؟ التيلي بريسين. طيب بعد ذاك العيان بتاعنا اذا نحن متوقعين ان عنده باريسيس بنديه انتي بايوتيك، برود سبيكترم انتي بايوتيك. دي حاجات شنو؟ اساسيه قبل ما نحن نعمل فحوصات عميقه شويه. بعد ذاك العيان بنتابع البلس والبلود بريشر ونشوف هل الاكسجين واصل كويس، وبنطلب بعد ذاك ايرجنت اندوسكوبي. ايرجنت اندوسكوبي. الاندوسكوبي اخرناه ليه؟ لان الاندوسكوبي دار له بروسيس ويمشي ليه ويسوي ليه ويصوموه شنو ما عارف وكلام كثير. اذا شنو؟ ايرجنت تطلب بعد ده
جن اندوسكوبي. الاندوسكوبي مهم عشان تأكد به شنو الفاريسيس. طيب إذا كان العيان فشلت الاندوسكوبي تو كنترول البليدنج. أها. إذا عيان جاك ببليدنج، لو نحن قبل ما نخش في إنه كيف هاو تمني الفاريز، لأنه فاريز من أني حق برا، لو عايز توقف النزيف لحد ما يتدخلوا يمشي عملوا له عملية عديل، هتدخل تيوب بيسموها سانجستيكن بلاكمور تيوب، بيسموها سانجستيكن. بلاك مور تيوب دي مهمة يا جماعة. دخل التيوب دي مسافة يودوه هناك شنو يمشي عدا يعملوا العملية جوا وبعدها بيظبطها بالسيرجري. لكن هل دي ثيرابيتيك؟ دي ما ثيرابيتيك، دي فقط بتثبت شنو؟ بتثبت الفاريزي، بتعمل كومبريجن. ما دي هي بالونه بيدخلوها ويقوموا ينفخوها، بتقول شنو سموها سينج ستيكن بلاك مور تيوب، سينج ستيشن بلاك مور تيوب، سينج ستيشن بلاك مور تيوب. والله تقول في الاكزاميشن الدكتور قفل لك المحطه عادي خلاص، انا شبطته لحد ما يودي له، هذا الغرض منه. اها الهيميجل، الهيميجل ده عباره عن اصلا فلويد فيها كولويد، فيها النوع الثاني من الفلويد بيسموه شنو؟ كريستالويد. الكريستالويد ده نورمال صلاين يا جماعه، ده الكولويد ده اللي بيشتغل بالبروتين. الهيميجل ده هو شو البيومين وشنو عارف مواد كده يعني، ما في هنا ما في هيميجل، عايز تقول له ساي كلام بتاع ناس بالكتب، ما بذول بده هيميجل، بده فلويد. الهيميجل جست هي عباره عن البيومين بروتين يعني حاجه بتاعت شنو؟ عشان كده سموها كولويد. كولويد معناها ما عندها علاقه بالهنا، بدوها طوالي ما له هيميجل، ما بينتظر جوه الكروس ماتشين، بندي طوالي ما بروتين، عرفتي؟ بيصبروا جوه الزول. عندنا المانجمنت بتاع الفاريسيس ده براو، المانجمنت بتاع الفاريسيس براو. قبل ما نمشي المانجمنت بتاع الفاريسيس ده، المانجمنت بتاع شنو؟ كله كده الامر جاي بليدنج، انا ما اعرف وين شنو، انا بالكلام ده كده لحد هسه انا ما اعرف عندي شنو. لكن لو قلت توقعت انه عنده فاريس ممكن اديه ديل، ديل حقات الفاريس براين، ديل كلهم بيشتغلوا معايا ابر جاي بليدنج. This acute management of شنو ابر جاي بليدنج. لو عايزين تاني كحاجات اضافيه، العيان بيتعمل شنو؟ ري اكزامين ذا بيشن، بعد كم بيتعمل ري اكزامين؟ بعد 4 ساعات. و إذا العيان لسه أموره جايته ممكن تنقل له تديه فرش فروزن بلازما، فرش فروزن بلازما تديه أكثر من 4 يونت، تقيس الضغط وتقيس البلس كل ساعة، وشوف الهيموجلوبين معانا بعد ذاك لحد ما شنو؟ لحد ما نحن ندخله نعمل له اندوسكوبي أو أي حاجة. الروك اول ريسك سكور فور اور جي اي بليدنج، دي ما حاجه قاعد تجي، لكن شنو اشتغلوا عنا، اللي هو عندنا زيرو بيشن، وعندنا نمبر 1 بيشن، ونمبر 2، ونمبر 3. متعلقه طبعا بشنو؟ هل بري اندوسكوبي هتعمله شنو، وبوست اندوسكوبي هيكون في شنو؟ طبعا فوق سكور عديل، سكور من 0 لحد 8، 0 و8 بلس. إذا كان بيبتك ألسر هتدي على شنو؟ البيبتك ألسر. طيب إذا كان فاريسيس، يلا الفاريسيس دي فيها كلام بسيط إضافي من الكلام ده. ليسو في جيه الفاريسيس أصلا حصل شنو؟ إنه عندنا ده الإيسوفيجس، وذيس إز ذا ستومك،
الاسوفيجس هنا عندنا شنو؟ في فينس. الفينس اللي هنا عندنا ليفت جاستريك فين هنا. ليفت جاستريك فين وبهنا في شنو؟ في رايت جاستريك فين. ليفت جاستريك ورايت جاستريك فين. الليفت جاستريك فين عنده جاستريك بارت واسوفيجيال بارت. ده الاستون وده اللي شنو؟ للاسوفيجس. دي كونكتد مع منو؟ مع البورتال. الجاستريك فين كونكتد مع البورتال. عشان كده الزول لو جه بشنو؟ بليفر سيروزيس بمشاكل بتاعت ليفر سيروزيس. الليفر سيروزيس معناها شنو؟ معناها الليفر دي ما شغاله، معناها البورتال فين بقى ما ضخ دم، معناها الدم حيرجع بالمكان اللي جاي منه، اصلا جاي من الكبد. جاي من الاستومك وجاي من الاسوفيجس، حيرجع دم الاستومك للاستومك ودم الاسوفيجس للاسوفيجس. حيبقى الدم كثير في شنو؟ في الاسوفيجس. وحيقوم شنو الفينس؟ يحصل لها شنو دايليتيشن، حتتورم. حيبقى شكلها كيف؟ لو عايزين نضخمها هتكون شنو؟ حاصل فيها شنو؟ دايليتيشن. حيكون هنا شنو ملانة. العيان حيجي اول حاجة بديسفيجيا بعدها تعرف شنو؟ بترشر وتطلع. تعرف كيف انه ذي باريسيس ولا ما باريسيس؟ الاستفراغ ذاته هل هو بينلس ولا بين فول؟ لو كان بين فول معناه في انفلاميشن في ريتيشن. لو كان بينلس يتوقع تكون شنو؟ بس الباريسيس. لو كان بعد الاكل ولا بعد الاكل؟ مع الاكل اذا كان ريت الاكل معناه دي شنو؟ ألسر. لانه قلنا اللي بياكل وبيستفرغ عشان يرتاح دمنه لان الليبتيك ألسر. اذا كان عيان بيستفرغ دم لكن ما فيه اي الم ده شنو في الغالب؟ فاريسيس. الاسباب اللي خلت الاسوفيجيا الفاريسيس تجي دائما the common cause is بورتال انكريز ان ذا بورتال بريشر اللي هو البورتال هايبر تنشن. بورتال هايبر تنشن. ثاني الكحول. الكحول كونسومشن. الحاجه الممكن تكون كتالتة شائعه اللي هو مشاكل بتاع شنو؟ كواجيولوباثي. كواجيولوباثي. لكن نحن لو عايزين نتكلم ككلام منطقي العيان ترتب بري هيباتيك هيباتيك بوس هيباتيك. يلا نشوفه بري هيباتيك وهيباتيك وبوست هيباتيك. الهيباتيك بري ساينوسايد ساينوسايدال وبوست ساينوسايدال. لكن نحن نتكلم ككلام هذا جنرال. نحن الكوزيز بري هيباتيك قبل الكبد بري هيباتيك. عندنا بري وهيباتيك وبوست هيباتيك. بري هيباتيك معناها لسه شنو؟ نحن موصلنا الليبر. البري هيباتيك في الغالب بتكون شنو؟ ثرومبوزيس مي بي فروم ذا سبلين مي بي فروم ذا بورتال. اذا بورتال اور سبلينيك فين ثرومبوزيس. اذا هنا ثرومبوزيس ثرومبوزيس. القفلة تكون في السبلينيك فين او تكون في شنو؟ من البورتال بين ذاته مقفول يعني الفين. عندنا ثاني انترا هيباتيك. انترا هيباتيك ممكن نقول اكثر حاجه في الانترا هيباتيك شنو؟ سيروزيس. The cirrhosis is the commonest cause of the hepatic شنو؟ كوز للبورتال البورتال هايبرتنشن. طيب ثاني عندنا ممكن تكون شيستوسوما. الشيستوسوما دي كثيره وين؟ كثيره في الجزيره في وعامة في العالم كله. اذا شيستوسوما
الشيستوسومس. الشيستوسوما مهمة مهمة جديد مهمة مهمة جدا. بيزعلوا منا يقول لك الشيستوسوما بتعمل شنو؟ بتعمل بريبورتال فايبروزيس. بتعمل بريبورتال فايبروزيس، والفايبروزيس بيكون حول البورتال فين بيعني بزيد الضغط بتاعه صح؟ إذا بيجيك بشنو؟ بورتال هايبرتنشن. بيريثاينوسايد معي. تاني بعد ذاك في شنو؟ في ساركايدوزيس، كونجنيتال هيباتيك فايبروزيس، ممكن يكون المايلو فايبروتيف ديسيز، لكن الشهيرات دي بس حفظوا الاثنين دي. عندنا البوست هيباتيك ممكن يكون شنو؟ باتكياري. كياري سايندروم، باتكياري سايندروم. تاني ممكن يكون شنو؟ بيسموها فينو اوكلوزيف ديزيز. فينو اوكلوزيف من الانفيريا فينا كيف اوبستراكشن، الانفيريا فينا كيف اوبستراكشن اللي هي فينو اوكلوزيف. ميبي تاني شنو؟ رايت سايد هارت فيلير. ميبي كونستريكتيف مايو بيريكارديتس. بيريكارديتس اقوى من المايوكارديتس. اذا فينو اوكلوزيف ديزيز maybe يكون right side heart failure، maybe constrictive pericarditis. ده كله بيعملوا شنو؟ بصيبتي كل الحاجات دي حصلت دي بيزيد الضغط في شنو؟ في البورتال فين. This is lead to portal hypertension. Portal hypertension. إذا the common cause للفاريس is portal hypertension. و common cause للبورتال hypertension ده خلاص. إذا كده نحن عرفنا شنو؟ عرفنا الأسباب بتاعته. يلا نجي للمانجمنت بتاعه. المانجمنت بعد ما تعمل أكيوت مانجمنت، الأكيوت مانجمنت قلنا كله اللي هو يبدأ بشنو؟ ABC Airway Breathing Circulation. تاني العيان شنو؟ انسيرتد طولاري بوركانيولي، تسحب عينه توديه في حصوه وتديه شنو؟ تشوف الهيموجلوبين وتشوف وتديه فلوي. اذا العيان كولابس تديه شنو ثاني بعد ده؟ هو نيجاتيف، هو نيجاتيف لحد ما يجي شنو؟ المهم نحن عملنا له مانجمنت. حيكون عندنا المانجمنت الخاص حق ناس البورتال او الفاريسز بالضبط. نحن حنقول بورتال حنقول فاريز. الفاريسز اول حاجه endoscopic banding، نعمل لهم banding. The management of the varices is أول حاجة banding. هنعمل band، هتربط شنو؟ هتربط الفينس، يسموه esophageal banding. أما لو كانت المشكلة من الاستومك بتعمل حاجة يسموها اسكليرو سيرابي. إذا الباندينج إف إيسوفيجيل، إذا كان من صوفيجاس. إذا كان في الاستومك يسموه اسكليرو سيرابي. أو يسموها غاستريك. إذا اسكليرو سيرابي. بعد ذاك العيان ممكن نديه بروفلاكسيس. البروفلاكسيس شنو؟ اللي بدوها لعيان عنده اسوفيجيال الفاريس تديه شنو؟ عندنا بيتا بلوكر اللي هو بروبرانولول. بندي بروبرانولول بيتا بلوكر 20 ل 40 ملي جرام صباح مساء. تعرف اسمه اندرال 20 ل 40 ملي جرام شنو؟ بي دي. بي دي معناه شنو؟ صباح مساء. دي له صباح مساء. العيان بيشوفه اذا كان ظبط ولا ما ظبط. ما ظبط بتعمل ريباندينج. ريباندينج اذا جاك وثاني لسه في بلين تعمل ريباندينج تربطها ثاني. العيان ثاني عنده خيار، ممكن نعمل سيرجري
والسيجري بيسموها تيبس. تيبس تعرفوا تيبس؟ تيبس اختصار ل ترانس جيجولار انترا هيباتيك بورتو سيستميك شنت. ترانس جيجولار انترا هيباتيك بورتو سيستميك ها دبل اس او واحده اس كده برضه صح. ترانس جيجولار انترا هيباتيك بورتو سيستميك شنت. الاس دي اللي هو سيستميك شنت يعني تقولوا مهندي بورتو سيستميك شنت تمام. إذا العيان نعمل له باندي أو نعمل سكندري ثيرابي. نفعت كان بها ما نفعت حندي معودة ما نفعت نعمل له ريباندينج. ريباندينج ما نفع نعمل له شنو؟ تيبس. ممكن بالمناسبة العيان يقول نعمل له تيبس مين الأول؟ مين الأول؟ ما مزولين من الطريقة بتاعتها بعد ما تجي للسيجر نقول كيف التيبس بيعملوها؟ لأن عندهم علاقة بشنو؟ بالجوجلر وبيجيبوا ثاني بالبورتال وفتتوا البورتال ويجيبوا كلام كثير. في مشكلة حد هنا؟ إذا this is about the upper GI belief.